ابو ادريس. السلام عليكم صباح النور. صباح الخير. الله يحفظك. بخير. الله يلا بخير. رحبة ماشي رحبة شتنا هذه رحبة الجران. هذه رحبة الجران. عند نادي العودري ديال سي عمر. والله جبتي سير الجامع. هنايا كي الا شريتي شي عاود خاصك تمشي تقلبو وتمشي. في طرف فيه الكرويله. هما هذوك كراول. هما هذوك كراول. الناس كيربطوا في قيد الكراول. عند الناس هما هذ الخيل مولي كانوا بكري في الخدمه وداك الشيء ما كان لا هوندات لا. والناس كانوا الناس كسابه كيشريو كانوا الكوار بكري في الدار البيضاء والكراول. سيرتو سيرتو. ودابا بقى الناس ديال البادية هذي صحاب الفلاحه. بغى يحرط ولا بغى ينكش شي كوري ولا شي حاجه. ايوا. شتا عيات فيهم. ومشاو فطرو. اييه تحيه للجمهور الكريم مبارك هذا الخير. الله يداوم علينا والله يعطيه لنا على قد النفع. الله يسهل على الجميع بجهنم الشفيع. يلا اخو. وي ولي الجد وي وي انت انا اللي كنعاود لك. شكون على برا قلنا كان سكين يربط الكرويله هايمي يموت عليه وي ما ضرب مع الحساب ولا تدرجوا له الله يحفظه لا ادري سابوا والو والله اختي الملقي من غيبه ما كتكون كتكون باكل الحمد لله بلا بلا واش غدير اخويا الله يحفظك اودي يا اخو العوده راه غاده بخير هذه راه خليتها دابا تعطيتها شويه الماكله من البيض واقفه بعدا لا واقفه ودفات درت لها واحد المانطه دفات تلاقى معايا سي الكاتش كاتش كي يدير العيال يدير لي اش كاين؟ باش يطلع وكيسكن كيسكن 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 العودة عزلي أنا من البهيم عندي كاملين سبحان الله حنا مقابلين نضل بارك حدا بحال كنزور شي قبر واصل الخير معاه قرا عليه سورة الفاتحة كيفاش ندريس الله يلا بخير هذه رحبة الجران ياك السي عزيز رحبة العودات الكسابية سمعتيني هذه رحبة الكسابي عودة اللي بغى عودة رايدة راه كيجي ديها من هنا وهاد الجهة الفوق رحبة ديال الكزاري وهذيك اللي من هنا رحبة ديال الخيل ديال الجران ورحبة البغال حاشاكم ورحبة الحمير هذيك والهردة ما يشاور والهردة الله عمرها دار عاوني على العودة وتصاوبت الوقت وتريقلت الشتاء عام زين عام زين والناس عام زين غادي يكون عام زين ان شاء الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله وتصوت ها لا لا قال لي عمر تصوت لا لا نوريك فيديوهات ديالو قال لي عمر تصوت لا والخوذ الفتره وبعدها ويحل الله وكيف ما قال لكم بدريس هذه هي الرحبه اللي قال لكم رحبه العودات كشكون الفوق جيت رحبه الجزائري والتحت كيكون رحبه الجران الخيل ديال التراكسيون اللي كيربطوهم في العربات وداك الشيء وهذا الرحبه هذه ديال الحمير هي هذه الله يسهل عليك
شاف راه حبس السناح دابا بودريس اياه باش هذا الرحبه قديم فيها انت واقع وهاي المشاهدين اللي غايقولوا لي المشاهدين اللي كيعرفونا مالي الخيل قديم فيها وها راسنا عريان ما نبيعو غدر ما نديرو حتى كبريت اجل قال لي البس حوايج دلاله ورفقت من ولا كتولد البلع وهذا جدا هذا ديالك نعم اييه جعسنا الحليب بالوريقه ديالك المهم النمره ديال السي ادريس غنكتبها لكم اللي بغا تجدع راه ديالو هادشي الا ما تباعش كاينين عندك شي جدو اخرين ياك غدير معنا شي جوله في السوق اخويا مرحبا يلا دور يلا هاد اللون دام دابا ياك اوكي داير اصاحبي هاني بخير هذا الدار كبيره داير ولد عمي اوكي داير مقدم الله يسهل اخويا مع السلامه الرئيس اشرف الله يحفظك السي عبد الواحد السي عبد الواحد سيدنا سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام الله يسخر هذا دهم دابا سي ادريس دهم اياه دهمتو حتى هذا تبارك الله ومولاه قمري مكرمس وهذا اللي معاه هو برقي محروق الكاميرون ايوا مزيان الله يصلح اقليم اخويا منين؟ اقليم خريبقه شويه الساعة عبد الله الناس سامحه ولاد عزوز عزوز ديور كبارات مقدم عبد الله اييه مقدم عبد الله الناس فرحانة بالشي الحمد لله الحمد لله من اللي عطى الله هذا الخير القلوب تبشرات كل شيء ناشط من الشجر من الشجر سبحان الله العظيم تبدل اللون ديالو عندك عمر تبارك الله الحاج وعزة والدار كبيرة سير حسن سير عندك يضربك شي عاون اخويا خرج شي العود اي اخويا يا والله يدير الخير امين قلت شي ثمن الشجر الحمد لله فرحان والله الا كل شيء ناشط تبارك الله السي عبد المطلب اه ودي السبع عاود قول لي دور المحرك قول لي دور المحرك دور المحرك دور المحرك وجيو عبد شويره جيو عبد شويره قام ما تنوضوا جيو هادو مزيان تبارك الله على بدريس الله يحفظك يا خويا الله يحفظك لي يا خويا الله يكبر تحية اسي اشرف اه الفيديو لعبد الشيخ عبد المطلب الله يحفظك خويا بدريس عبد المطلب هذا راه كبر معايا راه بحال ولدي الله عمره داره وباقي في صباغته راه ديك اللي الله يجعل سيدي ربي يسهل عليك الله يحفظك ما عمرك تخص الله يحفظك ابو دريس ايوا الرجاله اللي قلال الرجاله الله يحفظك الله يربحك الله يحفظك لي يا وليدي اللهم بارك ولما انا لما نتاه يلا سير الله كلشي مزيان السوق خاوي وما تنوضوش كاين الزرب لا السوق خاوي كتكون الشك يكون الزرق ياك في المحرك دابا راه ما كاين النعاس والراحه لله تتكرم
ايوا راه غاتكرم راه داخل الشتات السيمانه الجايه ان شاء الله. نطلبوا من الله تعالى الله يعطيها لينا على قد النفع. امين. الله يجعل سيدي ربي يشافي اللي مريض الله يشافيه واللي ما عندوش الله يوجد ليه. با 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 سير اخويا سير هذاك غيطيح من الصوت هيا الخوي لا تجايين اخويا خليهم يعاودوا خليهم يعاودوا بالدرجة هذا قام الضربي هذاك حسن الله يحفظك ليها المرضي بخير الله يكبر بك الله يحفظك هاني انت بخير الله يسهل عليك رخي العود انا بيني في وحدي القدور يا رب تشعب هاي نود بلا حبك ويا با خلي بنادم الغليظ اللي كتحل حديد ويا با يا رب الله في الموي ما عمرت الخيمة قالي وحبيبي تعال تعمى عليك واسي احنا راه حزازين علينا الناس حمارو ديال عبده الناس حمارو عبده كيبغيو حاجتي في قريلي واسمع ليا هو المعلم هادي هاد حاجتي في قريلي كنهديها الناس حمر الشربة ولاد بالحمر الشربة اللي ما معندهم شربة كنهدي لكم هاد حاجتي في قريلي من عند معلم دريس توبه وعبده وحمار ودكوانه والشياطمة تحية لبو حميد وتحية الشياطمة في المكان ودكوانه وعبده وحمار مرحبا بالحاج كرم راه حبيبنا وخونا وفرحانين بيه وتحية كبيرة لسي قريب حسين الغوتي تبارك الله هي وهي تبارك الله على ابو حميد الله يعطينا شي عام زين ان شاء الله ان شاء الله امين او بعد الناس فرحانه بعد الحمد لله بهذا الشيء عمر في دواء عمر وبابا علي راه صديقنا كيبيع لينا الخيل
وفي ما كان شي حران يجيبو. الله على السلامة. ما كانش شي حران يجيبو. تحية الناس حمر خويا. وتحية الناس حمر. هما معانا. الناس حمر هما معانا الحاج كرم راه صديق ديال 40 عام. وسي قريمح وسي الغوتي وما جا وراهما والناموس. اي الله يرحم جغيدر والله يرحم الناس. وتحية كبيرة لابراهيم ودكرون. تحية كبيرة لابراهيم ودكرون. والله يرحم الناس الاولين المقدمين وجعل البركه في مالي الخير اللي باقين. وتحيه كبيره الناس حمر الشياد ما عبده من طنجه للقويره. اخر دعوانا الحمد لله يا رب العالمين. مرحبا اخويا. سيرات والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد بدايه كنشكر اخوه داخل هذا السوق الممتاز اللي كان اول زياره لنا من مدينه اكادير. مرحبا. من مدينه يوسفيه ثم يعني حطينا كما يقال الرحال بمدينه سطات. وتحيه لسكان مدينه سطات. الحمد لله تلاقينا مع فله طيبه من الاخوان اللي كنا كنشاهدوا عبر اليوتيوب ومنهم الاخ المشرف في عبد الصوير الله يحفظك سي حمزه اشرف اشرف عفوا والاب ديالو سي ادريس ولي ادريس ولي ادريس الله يحفظك تحيه للناس ديال المديونه كاملين. بكل صراحه رحبوا بنا بزاف ولا نخص ولا ننسى من الذكري سي الحاج كرام اللي هو المقدم ديالنا المقدم ديال الحمر ولنا الشرف اننا جينا بالصحبه ديالو لمدينه سطات وتلاقينا مع الكله الطيبه المباركه وسي نعم وسي عبد الله حتى هو راه باردي ديال الدرب ديالنا سي ادريس وجميع الاخوه وتحيه للبرديه كاملين. وكنشكروا الاخوه ديال سطات وكنشكروا الاخوه كاملين اللي متعرفين في مدينه سطات وهذا السوق المبارك ان شاء الله تعالى. لكم مني تحيات عادي العربه والحمري من اكادير لسطات. الله يحفظك يوسفيه. الله يحفظك. الله يسخر. الله يسخر الجميع. ابو ادريس شكتي العيدي ابو ادريس. وسيدي لهنا خطينا احبابنا وخوتنا الناس اللي كيحبونا وسالوا علينا من البلاد البلاد. هذا الحبيب سي خالد. سي خالد فوزي. سي خالد فوزي. من قلعة سرغنا ومن حدا بويا عمر شريف مخنطر من الحران. وتحية للشرفة ديال بويا عمر كاملين من الكبير حتى الصغير ومن الشفر حتى الضفر. الله يجازيك بخير. علينا مسكين من العشاق ديالنا ولدوها والله يرحمو سي يونس ومحب ديالنا وعزيزين عزيز عليهم انا وعزيز عليهم سي اشرف وراهم عارضوا علينا الغذاء. الله يفيض عليهم الخير والله يعطيهم التيسير. الله يبارك فيك. امين. وتحيه للناس ديال القلعه ديال صراغنا من الشفر الضفر ومن الكبير الصغير. الشرفه الاصيليين اللي ما فيهمش الخشونه. تحيه كبيره. الله يسخر. السلام دابا صافي. والله يخلف على الحبيب سي خالد. سي خالد خونا وحبيبنا ومحب ديالنا. أيوة. تغدينا وكرمنا الله يكرمه بدخول الجنه ان شاء الله. امين. وتحيه للمغاربه فين ما كانوا والله يجعل سيدي ربي يعطينا واحد الشبعه ديال المطار وكل العام زين ان شاء الله ويحايد علينا الله هذا الوباء الله يتم باقي على خير. امين. وتحيه داخل الوطن وخارج الوطن المغاربه كاملين. وتبارك الله على الحباب وهذه الساعة مباركة باش تلاقينا. صلاة على النبي. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.